كريس بومستد الجديد. ادي صورة البطولة نفسها ووضع كريس بومستد يا بو، يعني ايه من غير زيت، هو في أوضة النوم ويمكن مراته تكون موجودة او صاحبته تكون موجودة معاه، ممكن لا يمكن ما اعرفش، عمال اشوف حاجات في كمان اجسام جديدة وخرافية بصراحة الواحد ما شافهاش قبل كده. ازيكم يا جماعة، اهلا بيكم في حلقة النهاردة. النهاردة هنتكلم على معجزة احسن لاعب عنده 19 سنة في العالم، كريس بومستد الجديد او خليفة كريس بومستد. الولد اسمه انتون راتوش، شاب يوكراني وعنده 19 سنة. بص صور، يا نهار ازرق، مواليد 2004، لسه كسبان بطولة كلاسيك فيزيك وعامل يعني مستوى. انا بص على الصور، انا مش استنى بس اتقل معايا هوريك الصور، بس اصبر. لسه كسب بطولة كلاسيك وشكله خرافي، وكمان في البطولة دي كان مدي البوز بتاع كريس بومسون، يعني بيلمح له. بص الكومنت ده، كريس بومسون ساب له الكومنت ده بيقول له كريزي لوك مان كونجراتيليشنز كونجراتيليشنز، الانجليزي بتاعي كريزي لوك مان كونجراتيليشنز، كيب تشيبنج اواي سلو اند ستيدي، يعني خليك اقعد احفر بطيء وعلى مهلك. طبعا الواد ما صدقش اكيد ان كريس بومسد بعت له مسج، ده غير اصلا ان الولد كسبان بطولات كتيره جدا ومعاه كؤوس وميداليات بالعبيط. تعال نشوف صوره البطوله نفسها، ادي صوره البطوله نفسها ووضع كريس بومسد يا بو. رجلين، سمانات باينه، سمانات باينه ان هي كبيره، وسط ما فيش زيه، الباي، الدراعات، الشكل موجود، هما بيحبوا الواد الوسيم على فكرة. وتعالى بقى نشوف ايه صور من ناحية تانية، يعني ايه من غير زيت، هو في أوضة النوم ويمكن مراته تكون موجودة او صاحبته تكون موجودة معاه، ممكن لا يمكن ما اعرفش. بص بقى يا معلم الفورمال، بص يا بص صاحبته بتبص عليه ازاي، انا عايز حد يبص لي كده، بص هي بتبص له ازاي، انا عايز حد يبص لي انا كده. في حد بيبص لي كده؟ مفيش يا اخي، يعني وهو شكله اصلا طويل، معرفش يعني الصوره ولا لا، بس هو شكله باين عليه عملاق بصراحه. انا ما يعني ما فيش تعليق اعلق قولي، الواد عنده رجلين، عنده سمانات، الواد ايزي هيحترف في خلال سنه سنتين. يعني بصوا بقى السايد تشيست، السايد تشيست ده بقى مجنني، السايد تشيست ده مجنني ليه؟ لان عنده 19 سنه، مش هقعد اخش لك بقى في مجال ايه اصل هرمونات اصل صحته اصل مش عارف ايه، الواد هيبقى خليفه كريس بومستد. يعني يا معلم اضرب هرمونات مش مشكله، نسبه نجاحه عاليه جدا. طب ايه بقى الكورسات اللي هو بيضربها؟ يعني دي صعبه تتقال، بس عايز اقول لك حاجه، بشرته نظيفه جدا، وانا دايما بقول لكم يا جماعه العلامات انك جسمك مش متقبل الهرمونات بشكل كويس مش معناها ان انت مش هتستجيب ليه، ولكن معناها ان هي مأثرة صحيا فيك زيادة عن الاخرين. واتكلمت على الموضوع ده على نيك ووكر، الحبوب اللي بتطلع له في رجله وفي ظهره كتير جدا في الاول، فالى حد ما يمكن الجرعات بتاعته كانت عالية جدا، بس هو شكله ان هو ظبط الليلة. يعني الولد ده لما ببص في فورمته ببص على السايد تشيست، ناشف جدا، الجيناتكس بتاعته طبعا خرافية، درجة التنشيف انا بقى ده اللي مجنني بقى، الماتوريتي. يعني انا عاده الماسل ماتوريتي اللي انا بشوفها في الجلوتس دي وقسمه الرجل مع الهامسترنج، انت ما بتشوفش الشكل ده غير لما واحد بيتم في بيخش في اواخر الثلاثينات، يعني المنظر ده ما طلعليش غير في اخر بطوله لما دخلت في فانكوفر. فان هو عنده 19 سنه عنده الماسل ماتوريتي دي، انا مش يعني بصراحه مش مستوعب. يعني انا عمال اشوف، شايفين موجز بالجاكيت بتاعه بس انا عمال اشوف، عمال اشوف حاجات في كمال اجسام جديده وخرافيه بصراحه الواحد ما شافهاش قبل كده، واحد بقى يستعجب يعني. وبعدين بص بقى عندك الموس ماسكيلر ده، يا نهار ازرق، هنا ممكن ايه يكون باين الماسل ماتوريتي او نضوج العضله خفيف شويه، بيبان في تقطيع الصدر. عارفين مين عنده المشكله دي؟ ديريك لانسفورد، تحس ان صدره مش عارف مهما يعمل مهما ينشف ما بيقطعش كويس، دي برضه تبقى جينات ولكن مش مهم، مش مهم اصلا. يعني حتى هو بص لما بيجي بيضرب الموس ماسكلر الهيكل بتاعه عريض، عنده هيكل عريض، عنده سيمترية عالية جدا ما بين دراعاته كتافه ترابيسه. هنخش على الانستجرام بتاعه، عندك الصورة اللي زي دي نفس الوضع بتاع كريس بومسد او نفس الوضع البطولة بس من غير الاضاءة والزيت وكده. يعني انا شايف ان ده ممكن يحترف ايزي دلوقتي، مش هقول لك كمان
يا نهار ازرق، بص الفيديو يا جماعه، بص عضلات ايه ده، يخرب بيتك. انا اتفرج الفيديو معاك، هو على فكره لاول مره، والله العظيم دي اول مره انا اشوف الفيديو ده معاك. يا نهار ازرق، انا اول مره اشوف الفيديو ده معاك. ده رياكشن حقيقي. الواد ايزي يا جماعه هيحترف في خلال سنه سنتين كترها، وهتلاقيه في الاولمبيا. على فكره مش بعيد ان ده هيكون المنافس بتاع كريس بومسون. انا مش مقتنع ان ريمون هياخد اللقب بعد كريس بومسون. انا اعتقد ان كريس بومسون هيفضل يكسب، والواد ده هيبقى خبط على بابه، هيبقى الخليفه بتاعته. وكريس بومسون هيكون بدا يكبر في السن، او بدا الاصابات بتاعته تزيد، مع ان هو لسه 28 سنه يا جماعه، 28 سنه وبالنجاح ده حاجه غريبه جدا. يعني لما يخش بقى في، يعني نفترض ايه، 29 سادس واحده، 30 سابع واحده، 31 ثامن واحده مثلا، والاصابات تبتدي تخش، هتلاقيه ده دخل كمان 3 سنين عليه يعني. وانا شايف ان هو هياخد الاولمبيا بصراحه. ممكن اكون غلطان، بس انت ممكن تكتب لي الكومنت بتاعك وتقول لي انت ايه رايك في الموضوع ده. وده فيديو النهارده، وخش اشتري بروجرام، لان ممكن انت تبقى اصلا لاعب كلاسيك اساسا. يعني يا جماعه كلاسيك الاحجام ما بقتش بالحاجات المؤاخذه يعني الوحشه اللي احنا كنا بنشوفها زمان، دلوقتي بقت الاجسام واقعيه جدا، وبقى الواحد ممكن يعرف يحقق حاجه في مجال كمال الاجسام. وانا بقول لكم كواحد زي ما تقولي راجع تاني، يعني ان شاء الله يمكن السنه الجايه ارجع تاني كواحد طالع من تقاعد. فكره الاوبن بودي بيلدينج وحتى التو 12 بقى بعيد جدا، ما جذبنيش خالص. ولكن في الاوقات اللي في كام شهر او كام سنه اللي فاتوا بطلعه الكلاسيك، ده بقى اداني الشغف ان انا ارجع تاني واحاول اشكل جسمي تاني. لو رجع بيا الزمن كنت هعمل حاجات مختلفه بصراحه، ولكن ده هيكون فيديو تاني. ممكن يقول لو رجع بيا الزمن كنت هغير ايه من الكورس والهرمونات اللي انا خدتها، بحيث انت ممكن تتعلم منها. وده فيديو النهارده، خش اشتري بروجرام، اللينك سايبه لك تحت، 12 اسبوع تغير جسمك. واذا ما عندكش الامكانيه خش اشتري كتاب الوصفات، ليك ولمراتك تطبخوا مع بعض، تطبخوا اكل دايت مع بعض، تخسوا مع بعض، وتعملوا انتوا الدايت بتاعكم مع بعض من كتاب الوصفات. لان كتاب الوصفات كل ال 100 وصفه اللي فيه كاتب لك فيه الماكروز بتاعته، السعرات، البروتين، الكاربز، الفات، حتى الالياف كاتبها لك، وكاتب لك كل وجبه بتتعمل ازاي، وتجيب المكونات بتاعته منين. اللينكين للبرامج المخصصه ولكتاب الوصفات سايبه لك تحت في محتوى الفيديو، وسايبه لك برضه في الكومنتس. بليز اعمل سبسكرايب، ونشوفكم بكره ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. مع السلامه.